اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة صيفي بالكروشيه بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن نعمل بيها بلوزة، ممكن نستخدمها ونعمل بيها سكارف. طريقة سهلة وبسيطة، هي الغرزة من مضاعفات العدد 6، يعني بنعملها بأي عدد يقبل القسمة على 6 وبنزود عليها غرزة سلسلة في الآخر. هنبتدي وهنعمل مع بعض. هبتدي وهعمل معاكم 24 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. طبعا انت ممكن تزودي عن الطول ده للبلوزة او السكارف الحجم اللي انت عاوزاه. انا بوريكي طريقة الغرزة. بنرتفع غرزة سلسلة، يبقى كده 25. بنرتفع كمان غرزة سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو بالشكل ده كده. هنمشي السطر ده كله بغرز الحشو، بنسيب الغرزة اللي فيها الابرة وبندخل في الغرزة اللي بعديها ونعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها بنعمل فيها غرزة حشو. السطر ده كله بنمشيه بغرز الحشو، كل غرزة بنعمل فيها غرزة حشو. هيكون معايا في نهاية الدور ده 25 غرزة حشو. تبقى الغرزة دي شكلها جميل قوي في البلوزات الصيفي لأنها غرزة مفرغة. كده وصلنا لآخر غرزة حشو. بقى معايا في نهاية الدور ده 25 غرزة حشو. بنرتفع غرزة سلسلة، ده هنوصل في الدور التاني اللي بقى هنبتدي نشكل فيه الغرزة. هنرتفع غرزة سلسلة ونلف الشغل وهندخل في نفس المكان اللي ارتفعت فيه غرزة السلسلة وهعمل فيه غرزة حشو بالشكل ده كده. واللي بعديها هعمل فيها غرزة حشو وهرتفع 7 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 وبعد 1 2 3 وبدخل في الغرزة الرابعة وبعمل فيها غرزة حشو. في الغرزة الخامسة بعمل فيها غرزة حشو. في الغرزة السادسة بعمل فيها برضو غرزة حشو وبكرر. برتفع 7 غرزة سلسلة. 3 4 5 6 7 وبفوت 1 2 3 وبدخل في الغرزة الرابعة وبعمل فيها غرزة حشو. في الغرزة الخامسة بدخل وأعمل فيها غرزة حشو. في الغرزة السادسة بدخل فيها وأعمل فيها غرزة حشو وبرتفع 7 غرزة سلسلة. 3 4 5 6 7 وبعد 1 2 3 وبدخل في الرابعة وأعمل فيها غرزة حشو. في الغرزة الخامسة بدخل فيها وأعمل غرزة حشو. في الغرزة السادسة بدخل وأعمل فيها غرزة حشو وبرتفع 7 غرزة سلسلة. 4 5 6 7 وبعد 1 2 3 وبدخل في الرابعة وأعمل فيها غرزة حشو.
في الغرزة الخامسة آخر واحدة بدخل فيها وأعمل فيها غرزة حشو، بداية الدور زي نهاية الدور، يعني أنا نهيت الدور بغرزتين حشو وبديته بغرزتين حشو. هنبتدي الدور اللي بعديه، هنرتفع غرزة سلسلة وهنلف الشغل، وهندخل في نفس المكان اللي ارتفعنا فيه غرزة السلسلة وهنعمل فيه غرزة حشو. بالشكل ده وهنرتفع 4 غرزة سلسلة، 1 2 3 4، احنا عندنا هنا 7 سلاسل، هنسيب 3، 1 2 3، وهندخل في السلسلة الرابعة وهنعمل فيها غرزة حشو، وهنسيب الـ3 سلاسل التانيين وهنرتفع 4 غرزة سلسلة. هنيجي عند 3 غرز الحشو اللي انا عملتهم في الدور اللي فات، هندخل في النص وهنعمل فيها غرزة حشو، وهنرتفع 4 غرزة سلسلة، وهنروح عند فراغ الـ7 سلاسل اللي انا عملته وادخل في الغرزة الرابعة، 1 2 3، وادخل في الغرزة السلسلة الرابعة وهعمل فيها غرزة حشو، وبرتفع 4 سلسلة، وبروح عند الـ3 غرز الحشو اللي انا عملتهم وبدخل في الغرزة اللي في النص واعمل فيها غرزة حشو، بكمل بنفس الطريقة كده لنهاية الدور، برتفع 4 سلسلة، بدخل في غرزة السلسلة الرابعة اللي هي في النص واعمل فيها غرزة حشو، وبرتفع 4 غرزة سلسلة، وباجي عند 3 غرز الحشو اللي انا عملتهم بدخل في الغرزة اللي في النص واعمل فيهم غرز حشو، غرزة حشو، وبرتفع 4 غرزة سلسلة، وباجي بعد بدخل في رابع غرزة سلسلة واعمل فيها غرزة حشو، برتفع كمان 4 غرزة سلسلة، وبروح عند اخر غرزة حشو عملتها اللي هي اللي في، بسيب اول غرزة واروح عند الاخيرة واعمل فيها غرزة حشو. كده ابتدت الغرزة تتشكل معايا شوية، طبعا كل ما نكبرها تتشكل اكتر هتبقى شكلها جميل. دلوقتي هنرتفع الدور اللي فوق، هنرتفع 8 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنلف الشغل، هنيجي عند الرأس اللي فوق بتاعت غرزة الحشو اللي انا عملتها دي، وهندخل في السلسلة اللي قبلها ونعمل فيها غرزة حشو، وفي غرزة الحشو نفسها هنعمل فيها غرزة حشو، السلسلة اللي بعد غرزة الحشو هندخل فيها هنعمل فيها غرزة حشو، هنرتفع 7 غرزة سلسلة، 4 5 6 7، وهنسيب الراس اللي تحت دي، احنا هنشتغل في الراس اللي فوق مش هنشتغل في اللي في النص، يعني هنروح عند مكان غرزة الحشو، بنشتغل في الغرزة اللي قبليه والغرزة اللي بعديه، نروح للغرزة اللي بعديه ونعمل اللي قبليه ونعمل غرزة حشو، وهنشتغل في نفس المكان في نفس فوق غرزة الحشو وغرزة حشو، والغرزة اللي بعد غرزة الحشو هنعمل فيها غرزة حشو، يعني بنفضل ماشيين كده، بنرتفع 7 سلسلة، بنروح عند الراس اللي هي فيها غرزة الحشو بنشتغل في الغرزة اللي قبليها غرزة حشو، وفي غرزة الحشو نفسها بنشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها غرزة السلسلة اللي بعديها بنشتغل فيها غرزة حشو، هنرتفع 7 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7،
هنروح عند الغرزة اللي قبل غرزة الحشو اللي هي غرزة السلسلة، هنعمل فيها غرزة حشو، وهنروح عند غرزة الحشو نفسها ونعمل فيها غرزة حشو. غرزة الحشو اللي بعديها هنعمل فيها غرزة حشو، هنرتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3 في آخر الدور، وهنعمل عمود ب2 لفة في آخر غرزة حشو. بنلف الخيط على الإبرة مرتين، ندخل في غرزة الحشو اللي هي الموجودة، بنسحب الخيط، يتكون معايا 4 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واطلع من حلقتين، وبلف الخيط واطلع من حلقتين كمان، وبلف الخيط على الإبرة واطلع من آخر حلقتين. يكون معانا بالشكل ده كده. هكرر تاني، هرتفع غرزة حشو غرزة سلسلة، ده تكرار بقى الدور اللي هو 4 غرزة سلسلة، وهدخل في نفس المكان اللي هو بتاع راس العمود ب2 لفة، واعمل فيه وادخل فيه واعمل فيه غرزة حشو. دلوقتي هنرتفع 4 غرزة سلسلة، وهندخل هنروح عند 3 غرز حشو، وهندخل في الغرزة اللي في النص وهنعمل فيها غرزة حشو، وهنرتفع كمان 4 غرزة سلسلة، وهنيجي عند 7 سلاسل اللي انا كنت برتفعهم، وهنعد 1 2 3، وهدخل في الغرزة السلسلة الرابعة واعمل فيها غرزة حشو، وبرتفع 4 غرزة سلسلة، وباجي عند غرز الحشو 3 غرز حشو، وبدخل في الغرزة اللي في النص واعمل فيها غرزة حشو. كده الغرزة ابتدت تتشكل معايا. برتفع 4 غرزة سلسلة، وبروح عند بروح في رابع غرزة سلسلة، 1 2 3، في الرابعة بدخل فيها واعمل فيها غرزة حشو، وهرتفع كمان 4 غرزة سلسلة، واروح عند 3 غرز حشو، وادخل في الغرزة اللي في النص واعمل فيها غرزة حشو واحدة، وهرتفع كمان 4 غرزة سلسلة، واروح عند رابع غرزة سلسلة واعمل فيها غرزة حشو، وارتفع 4 سلسلة، واروح عند 3 غرز حشو، وادخل في الغرزة اللي في النص واعمل فيها غرزة حشو، وهرتفع 4 غرزة سلسلة، واروح عند رابع غرزة سلسلة 4، وادخل فيها واعمل فيها غرزة حشو، 1 2 3. كرر الخطوات تاني بالشكل ده كده. غرزة صيفي سهلة وجميلة، ممكن تستخدم بلوزة، لو استخدمتيها بلوزة وكبرتيها كده بتكون شيك قوي. ممكن تستخدميها سكارف صيفي خفيف. بفضل اكرر الخطوات. الخطوة السطر اللي جاي هعمل فيه 8 غرزة سلسلة، بفضل اكرر في الخطوات لحد ما اوصل للحجم اللي انا عاوزاه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك للقناة.